الصباح كان اجتماع كان جلسة خاصة مع السيد رئيس الحكومة حول القضية الوطنية الأساس التي هي الوحدة الوطنية والتي اعتبرتها في الأيام الأخيرة بعض المناوشات من جيراننا الجزائريين هداهم الله، وكانت هناك على أي حال حزازات في نفسهم يريدون أن يفرغوها في الوحدة الوطنية رغم ما قام به المغرب تاريخيا ورغم ما يعرفونه عن الوحدة الوطنية وأنها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي التراب الوطني، ولكن تدخل جلالة الملك أخيرا في الولايات المتحدة أحبط نواياهم وأسقط في يدهم ما كانوا يريدونه من سوء للوطن. كانت جلسة هائلة جدا وتدخل فيها جميع الفرقاء في البرلمان وتدخل حزب الاستقلال بتدخل وضع النقط على الحروف وحدد أحقيتنا في الصحراء وحدد الأخطاء التي ارتكبت في تناولنا لقضية الصحراء وتحدث بقوة بحمية عن الأخطاء التي ارتكبناها، وكذلك تحدث عن الاستثمارات التي ينبغي أن تكون في الصحراء، استثمارات كبرى من الدولة ومن القطاع الخاص، لأن هذه ضريبة الوطنية من أجل إيجاد شغل للشباب المغربي في الصحراء، وكذلك إشراك الشباب المغربي الذي ولد بعد 75 بعد المسيرة الخضراء المضفرة ليكونوا فعالين في الحكم الذاتي وكذلك في الأوراش التنموية وكذلك في الجانب الثقافي. أنا ركز حزب الاستقلال على الجانب الثقافي بكيفية موسعة، وخاصة أن الثقافة في الأقاليم الصحراوية لها طعم خاص ولها مذاق خاص وهي متفردة من نوعها، وينبغي أن يعتز بها المغرب وأن يستمر على خلقها وتطويرها. للأسف الجانب الثقافي غاب في الصحراء، والصحراء كانت تعرف شيئين اثنين مهمين جدا، وهو المحضرة العالمة والخيمة الراحلة من أجل تكوين الشباب وتثقيفهم وربطهم بالوطن. وذكرنا بعض الشعراء الذين كانوا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما جاءوا إلى الدولة المغربية يطلبون منها المساعدة في الجنوب وأنهم يقدمون البيعة، وقدم عيلية القوم من الصحراء ومن الأدباء ومن العلماء ومن الشيوخ الولاء والبيعة لجلالة الملك. وهناك كثير من المصنفات وكثير من القصائد الشعرية ومن الشعراء الذين يعلنون البيعة وانتماءهم للمغرب وأن عاصمتهم هي عاصمة الملك المغربي سواء كان في الصحراء أو كان في الرباط أو كان في فاس، وهذا شيء مهم جدا جدا جدا. وحاول حزب الاستقلال أن يخرج عن نمط القديم نشجب ونعلق ونستنكر، لا، وضعنا نقاط على الحروف في جميع القضايا وفي جميع المجلات التي تهم وحدتنا الترابية، ونوهنا عاليا بالدور الذي يطلع به جلالة الملك في صيانة الوحدة الترابية وحمايتها. وكذلك تحدثنا عن الهيئة الدبلوماسية. الهيئة الدبلوماسية لا ينبغي أن تبقى مرتبطة بوزير ثم وزير ثم وزير. طالبنا بتأسيس هيئة عليا للخارجية كلجنة تتكون من حكماء الشعب المغربي في الأحزاب السياسية وفي غيرهم ومن كبار العلماء المهتمين بهذا القطاع يعملون إلى جلالة الملك وتحت إرشاده وتوجيهه، والوزير يكون فقط ناطقا ومبلغا ما انتهت إليه دراسة وتخطيط اللجنة الهيئة العليا للخارجية وللدبلوماسية بصفة عامة، أن تكون هناك هيئة تحفظ سر المغرب وتحفظ كينونته في الدبلوماسية المغربية بتوجيه طبعا وبقيادة جلالة الملك.